نروح لاحمد حافظ. مساء الخير يا احمد. مساء النور يا فندم، حضرتك ماشي. خليني اسالك مباشره عن هذه الصوره المنتشره لورقه اسئله فيزياء، وواحد قاعد في العربيه بيقول انا بحل وانا باشا وانا ايه الموضوع؟ اشرح لي، انك انت كتبت وجاوبت لنا على اسئله، بس قولها بطريقتك للمواطن ويقول لنا ايه اللي حصل. اللي حصل ان في طالب اسمه زين كان هو المتسبب في تصوير ونشر اسئله امتحان ماده الديناميكا يوم 5 يوليو. واتعمل له محضر وتم تحريز الهاتف المحمول اللي معاه والسماعه اللي كانت في ودانه. فولي الامر، ولي امر الطالب ده، وصل لرئيس اللجنه واقنعه انه ياخد مبلغ مالي نظير ان هو يبدد الاحراز اللي كانت مع ابنه، ورئيس اللجنه يبوظ له المحضر. فرئيس اللجنه للاسف الشديد جدا خانوا التصرف وقبل المبلغ المادي وبدد الاحراز بتاعه الطالب ده. وكان من ضمن العرض اللي طلبه ولي الامر من رئيس اللجنه انه يديله ورقه اسئله امتحان الفيزياء بحيث ياخدها يحلها عن طريق مدرس الفيزياء ويرجعها لابنه تاني جوه اللجنه يحلها. فرئيس اللجنه ادى ولي الامر ورقه الاسئله، ولي الامر نزل. معلش يا احمد، معلش يا احمد، اللجنه دي فين حته عشان ما نعممش؟ لانه لجنه ابو زعبل في الخنكه الاليوبيه. ايوه، لجنه ابو زعبل في الخنكه الاليوبيه. تمام. الورقه دي كانت تخص طالب غايب عن اللجنه في اليوم ده، فرئيس اللجنه اداها لولي الامر، قال له خد اتفضل اتصرف فيها حلها وشوف هتغشش ابنك ازاي. فولي الامر راح قعد في العربيه وشغل التكييف وصور الورقه ونشرها بزعم ان هو طالب في الثانويه العامه يمتحن في التكييف لانه باشا، ابن باشا، ما ينفعش يمتحن زي بقيه الطلبه في اللجنه. ده ولي الامر اللي كاتب هذا الكلام مش الولد. ولي الامر هو اللي كتب الكلام ده لان ابنه كان بيمتحن جوه اللجنه. وابنه كان موجود في اللجنه جوه، طب هو ابنه استفاد ازاي منه يعني؟ ابنه ما استفادش، هو ولي الامر من النوعيه اللي هي يعنيها البلبله اهم من اي حاجه. يعني هو كان بيعمل شغل نفسه ضيع ابنه. يعني هو تجاوز الستر مع ربنا ان هو رئيس اللجنه وافق ان يبوظ له محضر الديناميكا. لا، هو مش عايز يعمل كده، هو عايز يعمل ما هو اكبر من كده. عايز يعمل بلبله ان في ناس، ولاد ناس معينه يمتحنوا جوه تحت التكييف وفي عربيات ما لهمش علاقه بالاوباش التانيين للاسف الشديد. وطلع كذاب وقال وزير التعليم، كتب وقال لوزير التعليم لو راجل في اللي صفحتي، لو راجل اعرف انا مين. انا عايز بس اقول ان هو ما باتش في بيتهم في اليوم ده. الاجهزه الامنيه وصلت له بعد اقل من ساعتين وتم القبض عليه وتم القبض على رئيس اللجنه، وحاليا الاثنين مشرفين في النيابه العامه. احمد الكلام ده كلام خطير انت بتقوله حقيقه، يعني دي معلومات مدققه يا احمد. اي فندم، الاتحادات الشؤون القانونيه في الوزاره طلعت والوزير اتكلم يعني في الموضوع يعني. والمعلومات الباقيه اللي ابن ولي الامر دي كان في اللجنه، انا متاكد منها، اللي جبتها من الوزاره. اللي كان قاعد في العربيه مش طالب. وعايز اقول كمان ما يثبت كذبه هو بعد ما صور ورقه الاسئله رماها جنب سور اللجنه. رماها جنب سور اللجنه وخد عربيته. ده بالتاكيد ده ولي امر، يعني ده ولي امر يعمل هذا الكلام؟ ولا خليه بيعمل حاجه، ولا عنده هدف للبلبله بشكل ممنهج مؤدب؟ انا ما اعرفش يعني، برضو مش عايز اخبر الموضوع واقول انه عايز يبوظ سمعه العمليه التعليميه في مصر، ولا هو الراجل عنده حاجه نفسيه مش عارف. لا يا استاذ نشأت، التصوير والنشر ده ليه كذا بعد. ليه بعد اول بعد انه يغشش او يغش ويستقبل الاجابه. في بعد تاني ان هو يتاجر بورقه الاسئله دي ويجمع فيها مبالغ ماليه. انا عايز اقول لحضرتك في تطبيق تليجرام عشان تشترك في قنوات معينه عشان يوصل لك الامتحان بتدفع كارت شحن 200 جنيه و500 جنيه، ده بعد مادي. في بعد سياسي اللي الاخ ده عمله، عايز يعمل بلبله والدوله مش قادره تسيطر على ورقه اسئله وانا ابن باشا ابن باشا. عايز اقول لحضرتك في واقعه ثانيه ارتكبها مسؤول في لجنه في اسكندريه، مش طالب، خد ورقه الاسئله ونزل صورها في الحمام ونشرها. مع احترامي يعني ليك، انت لا طالب ولا عايز اجابه ولا عايز تنجح، ليه صورت ورقه الاسئله من الحمام؟ وطبعا طالما انت عرفت يبقى اتمسك. ده في النيابه العامه هو كمان. يعني طمنت قلبي. ده في النيابه العامه. طب انا بس عايز اقول يا جماعه، اتفضل. عايز اقول يا جماعه
لو تعرفوا المجهود اللي بتعمل عشان ورقة الأسئلة دي توصل للطالب، أقسم بالله أنتوا هتحسوا إن إحنا في فيلم أكشن. الورقة الأسئلة دي وراها دولة بالكامل، ولما نقول دولة يعني دولة، أجهزة أمنية ومخابرات وجيش وشرطة وكهرباء. لا أنت لا تتخيل الجهد اللي بيتعمل. صدقني والله أنا مش ببالغ ولا مش من عادتي إن أنا بجمل الصورة أوي أوي كده، لا بس دي الحقيقة. مفيش أتحدى واحد يقول لك ورقة الأسئلة كانت معايا قبل الساعة 9، مستحيل تحصل. آخر مرة حصلت فيها في 2016 لما اتباعت الأسئلة من المطبعة السرية في الوزارة، واللي باعها خد مؤبد 25 سنة سجن. ومن وقتها الأجهزة الأمنية هي المسؤولة بشكل كامل عن ورقة الأسئلة من ساعة ما اتحط الامتحان لحد ما يوصل في إيد الطالب. طيب احمد انت رئيس قسم التعليم في بوابه الاهرام، يعني انت ده مجال تخصصك الصحفي. قول لي، شايف الامتحانات الثانويه العامه السنه دي عامله ايه؟ امتحانات الثانويه العامه السنه دي الاسئله في شكاوى كتير منها، وطبعا ده بعد تربوي، انا بتكلم في بعد تربوي، هنا في اسئله كتير منها وفي امتحانات جت بسيطه تمام، ولكن موضوع الغش ده لازم واقفه معاه. لو حضرتك بتتكلم، انا سمعت حضرتك في الاول قبل ما انا ادخل بتتكلم عن الغش صح؟ لو تسمعني انا بتكلم عن الغش، وانا مهتم جدا زي ما انت قلت. الدوله واقفه ورا ورقه الاسئله، عمليه معقده جدا وصعبه جدا، لكن البعد الثاني الاولياء الامور والناس والطلبه وثقافه المجتمع، هي دي النقطه اللي احنا محتاجين في الاعلام والصحافه ان احنا ننير، نقول للناس يا جماعه ده مش لمصلحه ولادك. يعني ازاي نوصل نعمل ثقافه ضد ثقافه الغش اللي هي متجذره بالمناسبه. وقبل ما تخش معايا يا احمد، كان عندي صوره او فيديو قديم ناس بتغشش بالميكروفونات قدام اللجان. انا شفت الفيديو يا استاذ مشعل. طالما مش قادرين نغير ثقافه المجتمع لا بالدين ولا بالثقافه ولا بالاعلام، يبقى نغير طريقه الامتحان. حضرتك مش عشان جايب 96% تخش كليه طب، انا اسف يعني، ما انا من حق اسالك انت جبت 96% دول ازاي؟ من حق اسالك لما تجيب امتياز وتدخل في مسابقه، مش شرط تجيب امتياز عشان تتعين، لازم اعرف كدوله انت جبت الامتياز ده ازاي؟ ما يمكن تكون بتغش. ما هو انا مش هستنى كدوله برضو او كمواطن لما تجيب 96% وتخش طب بالغش وتطلع تشرح في الناس. انا لازم اعرف انت جبت المجموع ده ازاي؟ لازم اغير طريقه الامتحان، مش الامتحان كله يكون اختيار من متعدد. اختيار متعدد ده يا استاذ نشأت في الثانويه العامه اسهل ما حاجه ممكن تغششها، السؤال الاول اجابته صح، السؤال الثاني اجابته ب، السؤال الثالث اجابته ج، لا ده خالص. انا اسف يعني، مع احترامي للجهد اللي بتعمله دكتور في التعليم، وده مش نقد ليهم، احنا بنفكر معاهم في حل. لازم يكون في اليه ثانيه لتقييم الطالب هيخش كليه ايه بعيدا عن مجموعه. بس برضو احمد احنا عندنا كام طالب داخل الامتحانات الثانويه العامه السنه دي؟ 708,000. طيب يعني 3/4 مليون. مفيش دولة في العالم يا جماعة عندها هذا الرقم في هذا التوقيت، في توقيت واحد، في يعني أعتقد إن عملية معقدة جدا، عملية لوجستية معقدة. يعني أعتقد إنه برضو خلينا نقول لما يبقى فيه 700,000 طالب وطالبة بيمتحنوا، ويبقى فيه حالة 2-3 10 كنسبة من العدد الإجمالي. هو في 80 غشاش السنة دي، 80 غشاش من ال 708,000. 80 ده 80 رسمي محاضر غش، 80 اللي صوروا ونشروا من 708,000، يعني 1%. واحد في المية اقل من 1%. لا اقل كتير طبعا، اقل من 1%. بس طيب، المشكله يا استاذ ناشئ في حاله تشكيك فظيعه جدا عند شريحه كبيره من الناس. يعني البنت اللي صورت الامتحان بتاع الجيولوجيا، الناس قالت لك لا طبعا ده اكيد الملاحظ هو اللي صور الورقه عشان يضر البنت. دي اروى. لما الملاحظ صور ورقه الانجليزي بتاعه الاسكندريه قال لك لا اكيد طالب عملها ولبسوها للملاحظ. لما الراجل اللي اشترى رئيس اللجنه بفلوسه وقعد في التكييف قال لك لا القصه مش داخله دماغي. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ يعني نفسي اسال سؤال، وانا كتبت كده امبارح، انت عايز ايه بالظبط؟ عايز اللي صور ونشر يتعاقب، ولا انت عايز ايه؟ فكره التشكيك دي بكل حاجه في الدوله بتعملها مش ممكن، مش طبيعيه بجد. ما هو ده خلاص له بلدنا دلوقتي يا احمد. خليني اشكرك زميلي العزيز احمد حافظ، رئيس قسم التعليم ببوابه الاهرام، متحدثا عن امتحانات الثانويه العامه والغش اللي حصل 80 حاله زي ما قال.
من 700 ألف وشوية طالب، فدي نسبة لا تذكر. وطرق